السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نكمل البرنامج دوت اللي هو بتاع المواضيع. مجرد ما نضغط على الزرار أو الكلام الكتابة اللي هي ديت يحولني على طول إلى الشكل ده، تمام كده. يبقى هنا هنقف عليه على الخانة دي كده اهو، ونقول له عند اون كليك. اون كليك حولني لفورم 2، مفيش مشاكل. ماكرو فورم 2. بس انا عايزه حاجه اسمها باليد، اللي هو الهاند. تقريبا هنا مفيش هاند عشان الكتابة، مفيش مشاكل. هنعمل ماكرو، هننشئ ماكرو وهمي اهي، ونقول له اوبن فورم 2. بس كده خد كام؟ خد ماكرو رقم 1. هنقول له يعني احنا بس هنشيل بس اللي هي الكلام ده، خلاص مش عايزينه. هنقول له عند ال اسمها ايه ديت، او نفذني اللي هو ماكرو، نفذ ماكرو 1. ليه؟ لان هيعمل لي شكل الايد، علامة الايد زي ما انت شايفين تظهر كده، او احولها لي برضه مش مشاكل. ماشي، بس احنا عايزين نشيل علامة ال اسمها ايه ديت اللي هي دي اليو دي، تمام كده. مش عارف بقى، قال لك الاستخراج، قال اللون ده يبقى اسود. ماشي كويس، بقى اسود اهو. هو الهدف من الموضوع دوت ان احنا عايزين نعمل علامة الايد، شايفين الايد دي؟ طيب عايزين ديت تبقى بالشكل اللي هو تبقى نموذج مصغر، يبقى يس هنا ويس هنا زي ما انتوا شايفين كده اهو، نموذج مصغر. عايزين تبقى خليها في النص، تبقى يعني في النص اهي. اوتو سنتر يس، وهكذا. خلاص كده يا رجاله، عايزين نعمل هنا زرار يقول اغلاق، زرار يقول هنا اغلاق. يا سلام، بس كده احنا علينا ليك. يعني هنقول مثلا اغلاق ونديله نفس اللون البرنامج اللي هو اللون تقريبا الاحمر ده كده كبير على بعض. زرار الاغلاق زي ما انتوا عارفين اللي هو في المايكرو بيبقى حاجه اسمها كلوز ويندو. كلوز ويندو فين؟ كلوز ويندو اهو، كلوز ويندوز. اي استخراج صوره مصغره اهو، اغلاق ويندوز، خلاص تمام اهي. عايز اقول زرار هنا، ماشي، ده عشان استخراج الصورة المصغرة. هنعمل حاجة اسمها استخراج التقرير هنا، استخراج التقرير. استخراج التقرير استخراج التقرير هنعمل بس هنا اهو صورة مصغرة، ونقول تقرير. التقرير
يبقى هنا استخراج التقرير طلاق، وهنا طب ماشي خلاص خلاص، احنا هنشيل دي لان دي ملهاش اي لازمه. هنا هنا استخراج الصوره المصغره والتقارير، والتقرير وخلصنا بس كده. والتقرير التقرير بقى عايز التقرير دوت بعد ما نحدد، هخش على التقرير دوت يقرا لي كل ما هو محتويات اللي هنا. طيب يبقى احنا كده هنخش هنا ونحول ده روبوت، اللي هو ايه تقرير. فين التقرير؟ هو التقرير خلاص كده يا رجاله. بعد كده هنسمي التقرير ده، هيتسمى تيبل 1. ادي التقرير اهو. انا عايز ماشي ماشي، واحده 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 كده. شوف بس الاول لسه ست. ماشي، انا عايز اما اجي افتح، ركزوا معايا بقى، انا عايز اما افتح التقرير ده. ماشي، نمشي واحده واحده. الاول الزرار دوت يحولني على التقرير، الزرار ده يحولني يبقى اوبن ريبورت بقى المره دي، اللي هو اوبن ريبورت. فين الاوبن؟ اوبن ريبورت. تمام، هل هو مفيش الا واحد بس اللي هو ايه التقرير دوت. بص بقى هنا يا جماعه، هنا علشان اسمها ايه ديت عملناها مصغره، فاللي يظهر لازم، مش هيظهر لازم يكون مصغره برضو. يبقى ده هنعمل لها اللي هي ايه الشكل المصغر اللي هو البوب اب والموديل، وفي نفس الوقت اوتو سنتر. يس تمام كده، التقرير اهو. تمام التقرير اهو، انا عايزه يجي لي التقرير دوت، عايزه برنت يبقى هنقف عليه، خليها في الحلقة الجاية بتاعت البرنت دي.